في شأن آخر، أكدت مديرة الشركات العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة لما هاشم الموسوي، أكدت إطلاق الحصة 7 من مواد السلة الغذائية لهذا العام. نتابع التصريح. باشرت شركتنا الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بإطلاق الوجبة 7 من مواد السلة الغذائية لهذا العام، تزامن ويا إطلاق هذه السلة اللي زامنت هي أجواء الحر، الجو الحار اللي بهذا الموسم، هجمة شرسة من بعض التجار ضعاف النفوس واللي انضربت مصالحهم، أو بعض الناس اللي بعض الموظفين أيضا الفاسدين المتعاونين بيان، بخصوص أكو فارق بأوزان المواد. فاللي أحب أوضحها أنه أكو فعلا أكو فرق بالأوزان، هو يكون الفرق بالمحاصيل الحقلية تحديدا البقوليات والرز، هذا يصير بها فرق بالوزن، لأن هذه المواد هي مواد حقلية تحتوي على نسبة رطوبة، هذه الرطوبة تفقدها أثناء ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة إذا خزنها فترة طويلة. إحنا أغلب هذه المواد تم خزنها من شهرين إلى 3 أشهر، طبعا هاي لأول مرة من 2001 لحد هذا العام. إحنا ما صادف عندنا خزين يكفينا لشهر واحد، كانت أول بأول، لكن هذه السنة بفضل الله وأيضا بتوجيهات السيد رئيس الوزراء بتوفير مواد دائما بالمخازن وخزين للمواد الغذائية، توفرت عندنا مواد ل3 سلات من ضمنها هي المحاصيل الحقلية. فمن الطبيعي يصير جفاف، تتعرض الجفاف وبالتالي يصير فارق بالوزن، شيء كلش طبيعي وكلش يعني ممكن يصير، صار بالمحاصيل الحقلية ما صار بالسكر ما صار بالزيت.